السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نعمل بروفايل. البروفايل هو عبارة عن حاجة مرسومة 2D، بس هي بتاخد مسار او بتاخد انبساط معين او اكسترود بحيث انها تبان كشكل الثلاثي الابعاد. ممكن واحنا مثلا بنشتغل على المعماري ان انا اعمل وزرة او سويب بالبروفايل دوت، او ممكن وانا برسم موديلين بليس او حاجات كتير جدا ممكن استخدم فيها البروفايل. فعشان نعمل بروفايل بقول له فايل، وبعد كده بقول له انا عايز فاميلي جديده، نيو فاميلي. دي كلها انواع، بيبقى الفرق بينها ان بيديني بعض الادوات اللي تساعدني، وبقى نوع الفاميلي ممكن بروفايل ممكن ميكانيكال ايكومنت وهكذا، تمام. فاقول له اوبن، فبيفتح لي حاجه فاضيه خالص. طيب ممكن انا اجي هنا على الجزء دوت فاميلي كاتيجوري عشان نشوف موجوده في اي حاجه، هي موجوده هنا في البروفايل. طيب هاجي هنا اقول له انا عايز ريفرنس بلان، ممكن ارسمه ممكن لا، ده مجرد بس حاجه مساعده ليا في الرسم. اقول له دي اي دايمنشن، انا عايز اعمل دايمنشن من هنا لهنا ودايمنشن من هنا لهنا. طيب الدايمنشن دوت ممكن اخلي له ليبل. يعني ايه ليبل؟ يعني برامتر معين بحيث لو انا عايز اعدل فيه تعدل اوتوماتيك. اقول له مثلا خلي ده اكس، تمام، بحيث ان انت لما تخلي الاكس ده ب20 يتغير وهكذا. طيب هبدا ارسم حاجه معينه كده، وليكن مثلا هبدا ارسم لاين من هنا لهنا لهنا وده هخلي قوس. الشكل دوت، واخر حاجة خط من هنا لهنا. تمام، يبقى ده شكل البروفايل عندي بالشكل دوت. تمام، هقول له لود انتو بروجكت اند كلوز، بيقول انت عايز سيف في الفاميلي دي. لأ، طيب خلينا نرسم وول ونشوف هنعمل ايه في الوول ديت. وول عادية خالص. اعمل لها سيلكت وادخل هنا في الايديت تايب، تمام، بالشكل دوت. خليها على السيكشن وادخل هنا في الاستراكشر، هيطلع لي هنا سويبس. اقول له انا عايز اضيف بروفايل جديد اللي هو فاميلي 4، تمام، وهقول له ابلاي. ظهرت عندي هنا، هقول له خليها على ارتفاع 500 مثلا، تطلع بالشكل دوت. لا، ده انا عايز اعملها فليب مثلا تطلع لفوق. ده انا عايز اخليها ناحية الانتريور زي ما انت شايف، تقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز. تمام، اد ده على سبيل المثال بس. اوكي اوكي او ظهرت معايا بالشكل دوت. ممكن نشوفها في 3D او نشوفها في السكشن. بهذا الشكل.